بعد معارك عنيفة خاضها أبطال اللواء التاسع حرس حدود مع ميليشيا الحوثي الإيرانية على أطراف مديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة، وانتهت المعارك بسيطرة أبطال الجيش الوطني على جبال الربعة الاستراتيجية وتكبيد الميليشيا فيها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وتم أسر 11 عنصر من عناصرهم. لا واصل خلاص احنا بنسلمهم خلاص يا سام واحد خليل ولا ايوه وقد شيع ابطال اللواء التاسع حرس حدود يومنا هذا شهيدين من ابطال اللواء، هما الشهيد البطل عبد الله احمد محمد الصلاحي والشهيد البطل عبد العزيز صادق علي الرحبي، الذين استشهدوا في معارك التحرير حيث بذلوا ارواحهم في سبيل الله والدين والوطن ومن اجل العيش بكرامه وحريه. وقد اكد عمليات اللواء التاسع حرس حدود العقيد هلال مشبب الخالدي ان افراد وضباط اللواء ماضون على درب الشهداء ولن يحيدوا عن الاهداف التي بذلوا ارواحهم من اجلها. هذا هو درب الاحرار ودرب الرجال، وكل من خرج حاملا روحه على كفه ليجود بها من أجل أن تتحرر اليمن من رجس الانقلاب، من رجس الإمامة، رجس الميليشيات الانقلابية. والرسالة للجميع أننا لن نتوقف، سنمضي في هذا الطريق إلى أن يتحرر الوطن، إلى أن تعاد الدولة، إلى أن تستعيد الجمهورية عافيتها. وجهتنا صعدة بإذن الله عز وجل. ها هم أبطال اللواء التاسع حرس حدود يودعون كوكبة من الشهداء، ولسان حالهم يقول: إن نعاهدكم أيها الشهداء بأن على دربكم ماضون، ولن نتوانى ولن نتكاسل عن الأهداف التي ضحيتم بدمائكم من أجلها. عبد الحميد حنش لقناة سهيل الفضائية.